السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية يا ريت كل الناس بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معانا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. كل سنة وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة، ورمضان كريم عليكم وجمعة مباركة عليكم بإذن رب العالمين. وما تنسوناش من صالح دعواتكم، مدحت شلبي يبدو إن الملابس الداخلية أو الشركة بتاعت الملابس الداخلية اللي مدحت شلبي اعتاد إنه يعمل معها إعلانات، يبدو انهم فهموا انه مدحت شلبي اصبح خلاص يعني غير جاذب للمعلنين، بالعكس الفتره الاخيره وطريقته وكلامه عن النادي الاهلي ممكن تضر المعلن بسبب مقاطعه جماهير النادي الاهلي لاي شيء ممكن يعمله مدحت شلبي، خصوصا في هجومه على كهربا وهجومه على الكابتن سيد عبد الحفيظ في الاونه الاخيره. وزي ما قلت لحضراتكم حسين فهمي هو اللي بيعمل اعلان بالملابس الداخليه بدلا من الاخ مدحت شلبي. انا مش عارف ايه مقاييس الناس لاختيار يعني واحد زي حسين فهمي، راجل ارستقراط عندهم القرشينات والدنيا، يعمل اعلان ملابس مع احترامنا للشركه يعني. لكن وكمان محمد منير بيقول لك ده عامل نص الاغاني بتاعه شهر الاعلانات والحاجات، جاي بيعمل اعلان عن الزيت يعني يا جدعان. مس كريستيانو رونالدو الاساطير الحقيقيه، الناس فكرت كريستيانو رونالدو بعد ما هيروح الدوري السعودي هينتهي يعني كأنه محط، لكن بيكمل في المنتخب البرتغالي وبيسجل مع المنتخب البرتغالي في المباراة اللي لعبت بالأمس، وسجل الهدف رقم 120 ليه مع منتخب البرتغال، وبيحطم الأرقام القياسية وبيصبح أكثر اللعيبة. يعني هو كان سجل قبل كده، كان علي دائي هو اللي له الرقم القياسي في هذا، كسر رقم علي ووصل للرقم 120 كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال بفارق كبير عن ميسي. ميسي اللي كمان في نفس الليلة بيسجل هدف في مباراة بنما، المباراة كانت تاريخية، هي أشبه باحتفالية. الأرجنتين وبنما بدأت طبعا باحتفالات، المدرج مليان جماهير الأرجنتين، كأس العالم كان موجود، البشتي كمان حتى المذيع احد المذيعين اللي كانوا بيتكلموا بينقلوا اخبار المباراه كان لابس البشت القطري اللي امير تميم كان زي الامير تميم لبسه لميسي. ميسي بيسجل هدف رقم 800 ليه في تاريخه في مباراه بنما، وزي ما قلت حضراتكم قبل اللقاء كان في احتفاليه كبيره، وبكى مارتينيز حارس مرمى المنتخب بسبب الجمهور وهتافاته، ايضا ليونيل سكالوني المدير الفني المنتخب الارجنتيني. كريستيانو رونالدو بعد المشاركه مع منتخب البرتغال في مباراته امس كتب من خلال صفحته على السوشيال ميديا قال لك هذه المشاعر الطيبه للعب مره اخرى والتسجيل لمنتخبنا الوطني وفي ملعب خاص بالنسبه لي، فخور بكوني اللاعب الاكثر مشاركه على الاطلاق. كنا اتكلمنا وقلنا ان كريستيانو رونالدو في مشاركته بالامس بيصبح عميد لاعبي العالم بخط بدر المطوع الكويتي، واكثر لاعب سجل اهداف مع المنتخبات، اكثر لاعب لعب مع مباريات مع المنتخبات، اكثر ارقام. ده هو زي ما قلت قبل كده، هو بيقول مش هو اللي بيسعى لتحطيم الارقام، لا الارقام هي اللي بتسعى ان هو بتجري وراه علشان يحطمها. يعني هذا هو كريستيانو رونالدو. بالنسبة للكلام اللي كنا اتكلمنا فيه بالامس عن ادارة بايرن ميونخ وبتفكر في انها تقيل المدير الفني بايرن ميونخ نيجلسمان، وقلنا ان توماس توخيل هو القريب الاقرب لتولي، رغم ان هو ماشي بشكل جيد بايرن في دوري ابطال اوروبا، لكن النتائج في الدوري مش ولا بد يعني، فعايزين حد يجي يكمل يعدل الدنيا في الدوري ويكمل المسيرة الجيدة للبايرن في دوري الابطال. يعني كانسيلو انت عارفين كانوا بيلعب في نادي مانشستر سيتي وخسر دوري الابطال في النهائي في مواجهة مانشستر سيتي مع تشيلسي، فالراجل ساب مانشستر سيتي وقال لك اللي كان كسبنا وضيع مني دوري الابطال هو توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي.
فبيتمنى كانسيلو بعد ما انتقل على سبيل ما انتقل من نادي مانشستر سيتي الى بايرن ميونخ، يقول لك بتمنى بقى انه يقدر توخيل يحصل او نادي بايرن ميونخ يتوج بدوري الابطال مع تومس توخيل، قالك من اجلي اتمنى ان يفعلها من اجلي. بالنسبه لل مباراه النادي الاهلي والهلال، مباراه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن جمهور النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله عليهم، يعني عندهم ثقه كبيره في رب العالمين اولا، ثم النادي الاهلي لاعبين وجهاز فني وان شاء الله اداره تحفز اللعيبه وجهاز اداري كابتن سيد حفيظ يتكلم، واللعيبه تبقى عارفه قيمه هذه المباراه. المباراه دي هي النهائي، لان هي العبور اللي هيوصلك للنهائي، ومباراه مش سهله، وفي نفس الوقت اللعيبه المفروض تعبر عن نفسها، اللعيبه ترد اعتبار بعض زي عبد المنعم زي الشناوي زي علي لطفي زي حمدي فتحي، بعض اللعيبه اللي تم التجاوز حقها، وبنتكلم ردها الاعتبار دي مش خارج الملعب، رد الاعتبار في قلب الملعب من خلال الاداء بتاعك، الاداء الرجولي اللي تقدر تكسب بيه نادي الهلال فوز مستريح في هذه المباراه. اسلوب راقي، اسلوب محترم، اسلوب هادئ من جمهور النادي الاهلي. على الجانب الاخر بقى زي ما بنتكلم اسلوب غريب، محاولات استفزاز مستمره سواء من اعلام الهلال او الصحافه الهلاليه او الصباط اداره نادي الهلال، كل هذه الامور بتحاول تدفع الاهلي بجماهيره انهم يتعامل، لا مش هنوصلك للي انت عايزه لان دي طبيعتنا، بنكرم الضيف منتهى الادب والاحترام وهتتعامل افضل ما عملتنا هناك بمراحل يعني. لكن زي ما بقول لحضراتكم كل شويه شكاوى للكاف، كل شويه عاوزين ننقل المباراه، كل شويه والله عايزين 5% من نسبه. النادي الاهلي كان حدد ليهم 100 تذكره بالامس، النادي الاهلي حدد 100 تذكره، حتى شوبير بالامس يعني قال لك هي في الاول في الاخر يا جماعه هي كره قدم، يعني العمليه مش مستاهله ليه الاصرار على التسخين من جانب بعض جماهير الهلال اللي شغال على السوشيال ميديا. هو برضه كابتن شوبير لازم الناس توضح الامور وتحطها في نطاقها او نصابها الطبيعي، لازم تقول ان اللي وصل هذا مش الجمهور، الاداره. اذا كانت الاداره بتتعامل بهذه الطريقه انت مالك جمهور، الاداره كانها جمهور متعصب بطريقه، فاللي بيعمله الجمهور ده رد فعل طبيعي للي بتعمله الاداره. يعني في تمبارة، معرفش منطقة صح لا، تمبارة تتبع السنبلاوين في دورة رمضانية برعاية أحمد عبد القادر في مسقط رأسه. والله هذه فكرة رائعة، يعني خطرت على بالي كده، أتمنى إدارة النادي الأهلي وإدارة أو اكتشاف المواهب في شركة النادي الأهلي كرة القدم تفكر في هذا الأمر. لعيبة النادي الأهلي اللي موجودين حاليا والسابقين أو الحاليين، يعني لو عندنا مثلا محافظات مصر، بلاش محافظات يعني، بس عندنا مثلا احنا في محافظة الشرقية ده بسم الله ما شاء الله، يعني ما ينفعش فيها دورة رمضانية واحدة، ده انت عايز فيها 20 دورة رمضانية. لكن تيجي في اماكن رئيسية كده اعمل يا عم، عندك لعيبتك الحاليين، خش محافظات مصر واعمل دورات رمضانية. ايه المشكلة؟ دورة رمضانية مش هتكلفك حاجة، ده انت لو جبت شوية كور شوية تيشرت، احنا كنا بنلعب زمان دورات الرمضانية ديت، الدورات العادية كان كل واحد مثلا يدفع له 5 جنيه، واخد بالك، داخل 20 فرقه مش عارف ايه، فنجيب المركز الاول مثلا تيشرتات، الثاني شورتات، الثالث شرابات بالفلوس بالكلام، وكنا بنلم. الفكره مش فكره فلوس ولا فكره جايزه، فكره ان انا عايز العب وعايز ادي، يعني كنا بتشاف على نطاق ضيق كلام فاضي، لما يجي 20 واحد حوالين الملعب ولا 100 واحد حوالين الملعب يتفرجوا عليك فكان يبقى انجاز يعني. فاتمنى ان النادي الاهلي يفكر في هذا الامر، دورات رمضان، يعمل بلاش دورات رمضان، دورات عاديه، لما يبقى عندك مثلا 20 فرد يتابع هذا الامر في مكان معين، والكلام ده كله في كره في مراكز، هيجوا اللعيبه واللي هتشوف تفرز قدامك، سيبك من الكلام اللي بنشوفه على التلفزيون والبرامج وكلام جيد كلام جميل، لكن لما تنزل يعني ارض الواقع وتروح انت تلف هتقدر تلاقي لعيبه من ذهب وشباب صغيرين من ذهب. يعني يا راجل بقول لك دوره رمضانيه برعايه احمد عبد في ماسكه راسه، وقبل كده كان اللاعب النادي الاهلي اليو ديان كان بيعمل هذا الامر، دوره برضه كان عاملها في مالي في قريته، يعني فكره جيده والله، بس وببلاش والثلاثه تعريفه وهتجيب لك يا اخي، لا انت لو عملتها وطلعت ثلاث اربع لعيبه خمس لعيبه من اللفه اللي انت عاملها المحافظه ديت 20 واحد 30 واحد بدرته من دار الكشافين يبقوا يقعدوا في الدورات ويتابعوا ويشوفوا الكلام ده كله،
يبقى الامور زي الفل، تمام التمام. ولو حته موبايل وصورت يا عم وبعت الصور بتاع المباريات لناس عندك موجوده في النادي الاهلي، اداره بتاعت بيتفرجوا على اللعيبه ويفرزوا ويعملوا، بس يا ريت بس يعني. والله الدنيا موضوع اكتشاف المواهب ده مش صعب، والله سهل سهل جدا، بس الرغبه. بالنسبه للاتحاد الانجليزي بيقيم افطار جماعي للمسلمين يوم 15 ابريل بملعب ويمبلي. تشكيله منتخب مصر كالعاده تسربت قبل المباراه باكثر من 24 ساعه. تشكيله طبعا الكلام ده متسرب من امبارح، على ما الفيديو يجي لك هيبقى قبل المباراه مثلا بتسع ساعات ولا 10 ساعات يعني. لكن تشكيل منتخب مثلا محمد الشناوي في حراسه المرمى، في خط الظهر محمد حمدي ناحيه الشمال، عبد المنعم وحجازي ومحمد هاني ناحيه اليمين، في وسط الملعب طارق حامد ومحمود حماده وزيزو، بيلعب على الاطراف مرموش وصلاح، في الخط الامامي مصطفى محمد. اتحاد الكوره بيقول لك بيفكر وبيدرس معاقبه ابراهيم نور الدين بسبب ظهوره مع رامز جلال. والبعض قال لك القريبين من ابراهيم نور الدين قال لك والله مش نقدر نحاسبه لحد ما نشوف الحلقه، هل اتكلم في تصريحات تخص الحكام والمباريات وكده ده نحاسبه، لكن لو هو طلع بس كده. البعض يقول لك لا، نوقع عليه عقوبه لانه بيضيع هيبه الحكام في برنامج مثل هذا البرنامج. انا ما اتوقعش انه ممكن يتعاقب يعني، ابراهيم قلبه جامد وظهره شديد. الحكام بيطلبوا من فيتور بيريرا رئيس لجنه الحكام والخبير التحكيمي الاجنبي انه يتدخل ويسهل ليهم صرف مستحقاتهم المتاخره. كنا بنلوم على كره القدم فعلا ملهاش كبير يعني، كنا بنلوم على محمد شريف وهنلوم غيره على الفرص اللي بتضيع، لان دي طبيعه المشجع يعني، الفرصه لما بتضيع بيبقى المهم يعني. في مباراه النادي الاهلي الفرصه اللي ضيعها محمد شريف في مباراه في فلامينجو في كأس العالم اللي ارتدت وبوظت بعدها كل حاجه، الدنيا باظت بعدها يعني، لو كان جابها كان، لكن لو تفتح عمل الشيطان قدر الله ما شاء. جاك جريليتش لاعب مانشستر سيتي ولاعب المنتخب الانجليزي في مباراه مع ايطاليا انتهت اعتقد بفوز انجلترا 2-1 على 2-1 على ايطاليا، الجون فاضي الكره جايه له على السكس يارد بيضيعها بمنتهى الغرابة يعني. يمكن كرة محمد شريف أصعب منها دي، مفيش يعني، حصل كتير قبل كده، حصل كتير مع بركات كرة قدام الجون على خط المرمى الكرة تطلع في السماء. محمد عمارة نفس القصة يعني، في كرات غريبة كده تحس إنها كلام كتير فيما يخص شيكابالا. طبعا رجع للتدريبات وربنا من عليه بالشفاء، لكن زي ما قلت حضراتكم بعض من المسؤولين في نادي الزمالك بيحاولوا يقنعوه إنه يعتزل يعني. تخيل أسطورة نادي الزمالك تعتزل وهي لم تحقق دوري ابطال افريقيا، ويقولون ويطلقون عليه لقب اسطوره يا اخي. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.